مشاهدينا الكرام، وسعدتم مساء، اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. بداية وخلال اليوم الثالث والأخير من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، أشرف سيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بميدان الرمي والمناورات للناحية، وبحضور كل من اللواء جمال حاج العروسي قائد الناحية العسكرية الثانية واللواء حسنات بالقاسم رئيس دائرة الاستعمال، والتحذير لأركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة على مجريات تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية نفذته وحدات من اللواء 36 للمشاة الآلية مدعمة بوحدات من مختلف الأسلحة، حيث يهدف هذا التمرين إلى الرفع من القدرات القتالية والتعاون بين مختلف الأركانات، فضلا عن تدريب القادة والأركانات على التحضير والتخطيط والتنفيذ وقيادة العمليات في ظروف قريبة من الواقع. في البداية وبمقر الفرقة الثامنة المدرعة وبعد مراسم الاستقبال، استمع السيد الفريق إلى عرض قدمه قائد الناحية تضمن الفكرة العامة، تلاه عرض قدمه قائد اللواء حول مراحل تنفيذ هذا التمرين التكتيكي. ليتابع بعدها السيد الفريق بميدان الرمي والمناورات مجريات الأعمال القتالية التي قامت بتنفيذها الوحدات المقحمة، وهي الأعمال التي اتسمت باحترافية عالية في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز يعكس القدرات القتالية العالية للأطقم والقادة على كافة المستويات، خاصة ما تعلق منها بالاستغلال الأمثل للميدان والتنسيق عالي المستوى بين مختلف الوحدات المشاركة، ناهيك عن الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات المتوفرة لديهم، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة.
شكل موضوع الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات المصغرة والمتوسطة محور يوم دراسي بالعاصمة، حضره وزير الصناعة أحمد زغدار والوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد. اللقاء يهدف إلى التعريف بدور صندوق ضمان القروض للمؤسسات المصغرة في تمويل هذا النوع من المؤسسات التي تعاني من تعثر مالي أو بعض العراقيل الإدارية. من جهته كشف وزير الصناعة أحمد زغدار عن شروع صندوق ضمان القروض للمؤسسات في منح قروض للاستغلال كخدمة جديدة تضاف إلى الضمانات السابقة. ضرورة التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين فيما يتعلق بإنجاز مشاريعهم وتطويرها، وعليه جاءت أشغال هذه الندوة لتناقش السبل الفاعلة للتكفل بإحدى المحاور التي يصطدم بها المستثمرين، وأعني بذلك مشكل التمويل، خاصة في ظل نقص الضمانات المطلوبة لتغطية القروض البنكية محل طلب هؤلاء المستثمرين أينما كانوا وحيث ما كانت طبيعة نشاطاتهم. صناديق الضمانات لعب دور مهم جدا في تمويل الاقتصاد منذ نشأة الوزارة، ومنذ تولينا هذه المسؤولية قمنا مع شراكة مع كل القطاعات الوزارية اللي تعمل في مجال الاقتصادية أن ننوع من وسائل التمويل لفائدة الشركات، خاصة لفائدة الشركات الصغيرة المتوسطة الشركات الناشئة. اليوم الكثير من أصحاب المشاريع ربما ليسوا بدراية بكل الآليات المتوفرة للحصول على التمويل. احتضن المركز الدولي للمؤتمرات اليوم الصالون الدولي للتكوين في طبعته 15 بحضور 50 مشاركا من معاهد ومدارس تكوين خاصة وعمومية، ومن المتوقع حضور 400 زائر من أصحاب مؤسسات وطلبة جامعيين. الصالون يهدف إلى التعريف بأهم مجالات التكوين المتوفرة بمراكز ومعاهد التكوين وفرص العمل المتاحة في سوق الشغل الوطنية. بجامعة الجزائر 2 انطلقت اليوم فعالية الملتقى الدولي حول ضمان الجودة في التعليم العالي، الممارسات، العقبات والآفاق. الملتقى الذي يدوم يومين يعد فرصة لطرح مختلف الإشكاليات المطروحة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة مجموعة من الأساتذة والباحثين والخبراء من داخل الوطن وخارجه. في سياق الاحتفالات بذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية وبمناسبة الذكرى 65 لتأسيس فريق جيش التحرير الوطني لكرة القدم، نظمت جمعية مشعل الشهيد وجريدة المجاهد منتدى الذاكرة في وقفة عرفان لفريق جيش التحرير الوطني في الذكرى 65 لتتويجه بكأس جميلة بحيرد بتونس. نشط المنتدى الأستاذ رابح غدان وشخصيات وطنية ورياضية، حيث أكد الجميع على أهمية النضال وضرورة إنجاح الألعاب المتوسطية القادمة التي تحتضنها الجزائر. أدان مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد يحيى وعبد الملك سلال بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا بعد متابعتهما بتهم ذات صلة بالفساد في قضية جي بي فارما. تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليمياً، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة حسين داي من وضع حد لجماعة إجرامية منظمة في قضية جناية المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية وأحيازة أسلحة بيضاء. تمكنت عناصر الفرقة المحققة من حجز ومصادرة 4.2 كيلوغرام من القالب الهندي، 224 قرص من المؤثرات العقلية، مبلغ مالي يقدر ب 33 ألف دينار جزائري، 12 سلاح أبيض محظور، وثلاث هواتف نقالة. بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليمياً.
شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم على رأس الساحة.